مرحبا يا مبدعين، معكم يسرى من قناة يسرى فارس لتعليم الرسم. اليوم سنحاول رسم فتاة بالرصاص بطريقة سهلة جدا تستطيعون بها رسم فتاة بمهارة حتى لو كنت مبتدئ في الرسم، لذلك تابعوا جيدا الفيديو ولا تفوتوا عليكم أي مرحلة حتى تصلوا لنفس النتيجة التي أمامكم. ما عليكم سوى اتباع الخطوات كاملة والرسمة معي في نفس الوقت. لا تنسوا الضغط على اللايك وكذلك ترك لي تعليق وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. هيا بنا لنرسم معا. جهزوا أوراقكم وأقلامكم وأيضا ألوانكم. تابعوا الخطوات جيدا. نبدأ بالتخطيط بقلم رصاص درجة B. في البداية نقوم برسم مستقيم، ثم بعدها نقوم برسم خط مستقيم عمودي بهذا الشكل، ثم نبدأ بتخطيط شكل العين. العين هنا مغمضة، ثم نرسم الجف العلوي للعين بهذا الشكل، ونبدأ بتحديد شكل الحاجب. هكذا الحاجب يبدأ من بداية مدمع العين، ثم نبدأ بتخطيط شكل الأنف هكذا. بنفس القلم وبنفس الدرجة نبدأ بتحديد الفم بهذا الشكل. نبدأ بالخط الوسط، ثم نبدأ بتحديد شكل الفم السفلي وكذلك العلوي، بنفس القلم وبنفس الدرجة، ثم نحدد الذقن بهذا الشكل نقطة فقط، ثم نذهب ونقوم بعمل خصلة الشعر بهذا الشكل مموجة وتغطي العين الأخرى، نفترض أنها تغطيها، ثم نكمل تخطيط شكل الوجه بداية من الذقن، كذلك الجانب الثاني، ثم نبدأ برسم الخصلة الثانية، ثم نعيد خصلة موازية للخصلة الأولى بهذا الشكل، نقوم بعمل خط وهمي من الأنف مستقيم لتحديد مكان الأذن، ثم نرسم خصلة جانب الأذن، ثم نقوم بعمل خطوط شفافة أي خصلات، نبدأ بتحديد العنق من هذا الجانب وبهذا الشكل، كذلك من الجهة الأخرى. بعد الانتهاء من التخطيط نقوم بمسح جميع الخطوط الوهمية. نبدأ بالمرحلة الثانية ألا وهي التضليل. نقوم بالضغط على القلم للإعادة فوق العين لإبرازها بهذا الشكل، وكذلك جفن العين، أيضا نقوم برسم الشعيرات بهذا الشكل، شعيرات الحاجب
بهذه الطريقة ونقوم بالتكرار لإبراز الحاجب أكثر. نقوم بالتضليل فوق العين بهذا الشكل بشكل خفيف. وأيضا في الجوانب العلوية بنفس الطريقة. ثم ننتقل للأنف ثم نقوم بتضليله بهذا الشكل من الجوانب بشكل خفيف، وكذلك جوانب خصلة الشعر. ثم نعيد فوق التخطيط لإبرازه. ثم نقوم برسم دائرة في الأذن أي الحلق. ثم نعيد فوق الخصلة لإبرازها بهذا الشكل، وأيضا العنق. نبدأ برسم الرموش بهذه الطريقة مائلة. في البداية نقوم بتحديد بعض الرموش فقط، ثم بعدها نقوم بالإعادة فوقها بهذا الشكل والضغط في الجوانب في منبت الرموش. ثم نعيد التضليل والضغط فوق العين لإبرازها، ونترك الوسط فارغ أي مكان الإضاءة. ثم أيضا في الجانب. كذلك في الأنف وجوانب الخصلات. نضيف بعض الخصالات هكذا. ثم نقوم بتضليل بشكل خفيف في الوجه. ثم نأخذ منديل للدمج به. ندمج بالمنديل بهذا الشكل. ثم نعيد تضليل خصلة الشعر الأمامية بهذا الشكل بنفس الدرجة وبنفس القلم. ثم نأخذ قطن الأذن وندمج به. بإمكانكم الدمج بالمنديل. نأخذ القلم ونعيد فوق العين والرموش، لأن بعد الدمج تصبح غير واضحة. وأيضا في الحواجب والأنف. ننتقل لمرحلة التلوين أي تلوين الفم والحلق. نأخذ ماركر أحمر ثم نقوم بتلوين الفم بهذا الشكل وأيضا الحلق. ثم بعدها نأخذ قلم أبيض خشبي ثم نقوم بعمل خطوط هكذا داخل الفم التجاعيد.
ثم نأخذ مصحح الأخطاء ونقوم بعمل الإضاءة به. بإمكانكم تعويضه بقلم حبر أبيض أو قلم خشبي أبيض، وكذلك نقوم بعمل نقط داخل العين أي أماكن الإضاءة. أخذ لون خشبي أحمر ثم نقوم بتلوين في الجوانب لإبرازهم ولإعطاء الفم أكثر واقعية، ثم نقوم بعمل خطوط. إذا كنتم أول مرة تزورون القناة لا تنسوا الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هنا نكون قد انتهينا من الرسمة، أتمنى أن تنال إعجابكم، ولا تنسوا مشاركتها مع أصدقائكم وكذلك ترك لي تعليقاتكم وآراءكم حول الرسمة. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.